الفنانة المغربية لطيفة رأفت تبرر غيابها عن منصات التواصل الاجتماعي. إليكم التفاصيل. بررت الفنانة المغربية لطيفة رأفت غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، وذلك صباح يوم الاثنين من خلال حساباتها الرسمي على مختلف المنصات الاجتماعية. وتقاسمت الفنانة لطيفة رأفت مع متابعيها على حسابها الرسمي بتطبيق الانستغرام صورة تجمعها بابنتها الماس أرفقتها بتدوينة جاء فيها صباح الخيرات لكل من يسأل عن غيابي عبر السوشيال ميديا، أنا الحمد لله بخير وعلى خير، شغلي الشاغل هو أمي وابنتي الماس، نديها ونجيبها من المدرسة، الله يحفظها وينجيها وينجي وليدات المسلمين. أما بخصوص الغياب لا يمكن أن نتفاعل بشكل عادي معكم، والظروف إخواننا في فلسطين تدمي القلب، لا يسعنا إلا الدعاء لهم. للإشارة أن الفنانة لطيفة رأفت سبق وأن تقسمت مع جمهورها خبر استعدادها لطرح عمل جديد، وذلك من خلال صور جمعتها بفريق عملها يوم 12 أكتوبر المنصرم.